السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بمشاهدينا الأعزاء. اليوم هنتكلم على الستارة أو الزراعة بالستارة. طبعا لو أنتوا تفتكروا أنا زرعت الأرض بتاعتي وأرض المهندس عماد والدكتور يحيى بدار. النهاردة بنزرع بالستارة، بتبقى حسب المكان وحسب الأرض. الستارة الفدان ب100 جنيه. في بعض الناس في الموسم بيوصلوا الاسعار 140 جنيه للفدان. النهاردة الراجل كان بيتكلم معانا على 120، بعد كده وصلنا ل 110 لغاية لما بقت 100 جنيه للفدان. نتفرج كده على الستارة ونقول هي بتعمل ايه. انتوا شايفين هي عبارة عن معدة بالمنظر ده اهي، بيتحط هنا القمح بيدخل من الفتحات وبتنزل بالشكل ده اهي، بيديك هنا حبات القمح تاخدها وتنزل هنا على القمع ومنها تبدأ تدخل تغرزها لك في الارض، تضمن ان هي جوه الارض. يبقى انت كده وبرضه بعديها النكاشة دي عشان تغطي. يبقى الستارة بتعمل شغل كتير. كده احنا هنفضي الشكاير بتاعة القمح ونخلطها بالسويري عشان نحطها في الستارة. السويرة اهو وبدرناها على القمح. الشكارة التانية احنا كده بنفضي القمح بعد ما خلطناه بالسويري في الستارة من جوه. يا محمد، محمد هتطلع في الفيديو؟ احنا بنعبي الستارة، الستارة تاخد لها 150، يعني تقريبا اردب، الاردب هنا 150 كيلو. معيار ازاي بتعمله بقى؟ انا عايز على 70. حافظ يعني بخليها على 400. ايوه. وعلى 20 وعلى 3. هنا على 3 وهنا على 20 وهنا على 400. يطلع لي في الاخر 70 كيلو. 70 كيلو للفدان. طب لو عايز 80؟ لو عايز 80 بقى بزود انا دول. ازود ازاي؟ بخلي دي مثلا، بخلي دي على 30 ودي مثلا على 2. على 2 وهنا على 30 يطلع 80 كيلو للفدان. طيب السطارة كده نازله على الارض بقى، مليناها وعيرناها. كده شغاله الستاره. كده بقى ايه؟ نزلت القمح مدفون في الارض بالسويري. ادي القمح اتدفن. اهو. شايفين؟ احنا قلنا الساعة ب100 جنيه. اتمنى تكون حلقة مفيدة وعرفنا الاسعار وعرفنا الميزة اللي بتعملها الستارة، انها بتحط البذرة وبتدفن غير البدار. بتحط البذرة وبعد كده بتجيب الزحافة، الجرار بالزحافة يعملها لك ويغطي. كده الارض اهي اتعملت بالستارة. شكلها شايفين شكلها ايه؟ كل حاجة ليها ميزة وعيب في الدنيا. اوعى حد يفتكر ان دي ليها مميزات وما فيهاش عيوب، لا في عيوب. فلازم نكون فاهمين الموضوع ده، ان في ناس بتيجي تقول مثلا يا باشمهندس ايه الفرق بين البدار والستاره؟ حتى كان في احد الناس العزاز عليا فبيقول لي دلوقتي المزارع هيعمل بالستاره
هياخد التلت، هيدفع التلت ولا التلتين؟ طيب انا بالنسبة لي بتكلم ان انا عايز اعمل اعمار للارض بتاعتي، لو انا كبت العامل هيبدر لي القمح، يعني بعد كده بيجيب جرار يغطي، هياخد مني فلوس حق التغطية. طب انا كبت الستارة بمية جنيه الفدان، وعشان اغطي كويس بالجرار هياخد برضو مني مبلغ. لما اجي احسب ده مع ده يبقى الافضل ليا ايه؟ اعمل الستارة. طب انت يا باشمهندس ليه ما عملتش الستارة؟ اقول لك والله وقتها ما كانش فيه سطارات كتيرة في القرية، وعشان نجيب من ابو هريرة سطارة كنا بنجيب من 17 او من 14 او من 13 من اماكن بعيدة، بيجي كان يساومك يقول لك الفدان باخده منك ب 140 جنيه. طب انت جاي من بعيد يقول لك طب انت عليك السكة، وبندخل في حوارات مش تمام. فساعتها انا عايز الحق المية، ان احنا في حاجات بتبقى بتجبرك على حاجات معينة. اول شيء احنا بنزرع كلنا مع بعض مرة واحدة، السبعين فدان مرة واحدة او الخمسة وستين فدان مرة واحدة، فنقف بعد كده على المية، فلازم المهندس مراد يزرع عشان بعديه الدكتور عشان بعديه المهندس عماد عشان بعديه الاستاذ محمد، فهي بتيجي كده. لو انا بقى فضلت لا انا مش عايز الا بالستارة، طب يا عم الستارة غالية، طب انا لا انا عايز الستارة، فمنقع في مشكلة كبيرة. فانا من وجهة نظري احنا حلينا المشكلة دي وديا بيننا وبين بعضنا، اللي يزرع بالستارة يزرع واللي يزرع بالبدارة يزرع، في كلتا الحالات ان شاء الله الخير يعم مع الجميع. انا بتكلم من وجهة نظري، اللي عايز ياخد وجهة نظري اهلا وسهلا، اللي مش عايز وجهة نظري برضو اهلا وسهلا، هي كلها وجهات نظر. في بعض الناس تقول لك لا ما الستارة تقدر تعمل لك 40 فدان في اليوم. ماشي يا عم الزكي، 40 فدان في اليوم هرويهم في يوم واحد؟ لا، انا عشان اروي ال 40 فدان البذرة هتفضل في الارض مش اقل من 10 ايام. هتقول لي طب ازاي؟ طب اليوم في كام ساعة؟ اقول لك ما احنا في الشتاء ساعات النهار الطاقة بتشتغل الساعة 7 الصبح، على ما تقوى بتبقى 8 لغاية الساعة مثلا 3، يبقى انت بتتكلم في كام ساعة؟ نحسبها كده من 8 القوة يبقى 9 10 11 12 1 2 3، 7 ساعات شمس. السبع ساعات هيدولك ري قد ايه؟ غمر مش تنقيط. عفوا، فلازم نكون واضحين في النقط الصغيرة دي. مش كل يا اخوانا اللي يسمع فيديو او كل يتفرج على قناة يفتكر ان هو اللي فيها قال السر شويبس زي ما بيقولوا، لا، لكل مقام مقال. تمام، لازم نكون فاهمين نقط معينة اهم حاجة. لحظة واحدة بس الجرار يمشي. اهم حاجة لو انت عندك ارض بقلاوة ومية فوارة ودنيا زي القشطة بس جار جنبيك غير سوي، اقسم بالله هتشوف في الويل وسواد الليل وهدل عن اليوم اللي انت اشتريت فيه ارض. فدايما اختار الجار قبل الدار. الحمد لله ان جيراني ناس محترمة والمداس بتاعهم غالي قوي. شوف بقول لكم ايه، المداس بتاعهم غالي قوي عندي، ودي كلمة بقولها من راجل لناس تسمعها واكيد هما يسمعوا. مداس جيراني غالي قوي عندي عشان هما ناس كويسة ومحترمة كون معايا، مش زي ناس كتيرة كانت فاكرة ان شغل الارض ده ورق ولا شغل الارض ده اي كلام، ويجي يقول لك لا اصل احنا عايزين المواسير،
واحنا عايزين وعايزين 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 وعايزين، واحنا عندنا عروض وعندنا حاجات ومحتاجات، وياما شفت من ناس كتيره جت عندي عشان تاخد تبقى جران ليا، وطلعوا ناس كل واحد له وجهات نظر وكل ربنا يسهل له، والحمد لله ان هم مشوا. والله العظيم انا بقولها لكم صدقوني، كل واحد جه شاف الارض عندنا وما كانش في نصيب يكون جار ليا، قدر الله وما شاء فعل ان هو انصرف عني وعن الباقيين، الا شخص عزيز عليا، عزيز عليا جه وبص على الارض ومشي. الشخص ده هو مين؟ هو عارف نفسه، والباقيين ربنا يحفظنا منهم انهم انصرفوا. اللي بيجي بقى انانية، واللي بيجي من ورانا وعايز يقول لك احنا مفتحين ونقلل من سعر الارض، واللي يجي يقول لك كاني وماني وترتاني، كل ده مع السلامه مش عايزينك، عايزين الجيره الطيبه عشان تبقى شغل كويس. اتمنى ان انا ما اكونش ازعجتكم بكلامي، لكن انا بحبكم جدا جدا جدا، وبحترم كل المشاهدين وكل جيراني الطيبين اللي بحبهم. الناس دي واقفه بتخلط السويري وبتجهزه للسطارة عشان التربيعات تخلص وتبقى تمام التمام. اتمنى تكون حلقة مفيدة ليكم، ومع السلامة في حلقة قادمة ان شاء الله.